يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. احنا في الفقره دي منورانا زميله ممثله وزميله مذيعه وكمان مدربه يوجا، وطبعا اليوجا في حد ذاتها اكيد هنقف عندها لان هي مليانه تفاصيل اعتقد ان هي تهم ناس كتير جدا. بنرحب بزميلتنا العزيزه الفنانه رانيا الخطيب، منوره الدنيا. صباح الفل يا رانيا. صباح الخير عليكم، مبسوطه جدا جدا انا معاكي النهارده يا كريم وهند، بجد مبسوطه قوي. صباح الفل عليكي، واحنا اللي مبسوطين لان انت نموذج برضو نسائي جميل، متكلم في كذا حاجه في بعض وكل حاجه منهم انت نجحتي فيها، يعني مثلت وكنت مذيعه ودلوقتي مدربه يوجا، والثلاثه كانوا اصعب من بعض ونجحتي فيهم. فبرضه يا رانيا نبدا من هنا. هو بيقولوا صاحب بالين كذاب، بس انا شايفه ان الموضوع ده مش صح قوي، لان انت لو بتحبي حاجه هتقدري تدي فيها وهتديها وقتها، ومش شرط ان انا ابقى ستار او نمبر 1 في حاجه معينه طالما انا راضيه هنا وراضيه هنا وراضيه هنا وانا مستريحه وحاسه ان انا مبسوطه. صح، اتفق. انت اصلا خريجه ليسانس؟ انا كنت اداب انجلش بالظبط، وبعدين دخلت المعهد عشان حابه التمثيل يعني. بس قبل ما ادخل المعهد اشتغلت مذيعه شويه، واشتغلت كموديل شويه، اعلانات براندات يعني معروفه، ومن هنا وشي ابتدى يتعرف شويه وابتديت امثل. واليوجا بقى البداية بتاعتها كانت ازاي؟ اليوجا يا سيدي بدايتها ان انا جت فترة في حياتي كده، انت عارف جو التصوير والشغل بتاعنا بيبقى مرهق قوي، وتحس ان انت ايامك ساعات مش متزبطة، بتنام متأخر، بتقوم متأخر. فحسيت ان انا محتاجة حاجة كده تهديني كده، بقى الدنيا لطيفة. فحضرت كذا كلاس يوجا المدربين كتير قوي مختلفين، كنت كل ما بروح اشترك في جيم لازم احضر كلاس اليوجا. فحسيت ان انا قريبه من الموضوع ده قوي، او حاسه ان انا بستريح نفسيا وجسديا غير اي رياضه. ففي يوم من الايام كنت بحضر كورس عادي كالعاده مع الفنان النجم زميلنا احمد مجدي، هو برضو مدرب يوجا. لا، وميديتيشن وحدوته، احمد مجدي بيحب العالم ده عموما، هو تعمق جدا في الموضوع. هو احمد لما بيخش في حاجه بيتعمق قوي فيها يعني. صحيح. فكنت بحضر عادي معاه كورس كتلميذه وهو معلم عادي جدا. بعدين اتكلمت معاه في اخر الكلاس، قلت له احمد هو انا لو حبيت ابقى مدربه يعني انت عايش ازاي الحياتين؟ يعني ان حياه اليوجا مختلفه تماما عن حياه التصوير وحياه الشغل بتاعنا، دي عايزه هدوء ونوم بدري بالظبط وميديتيشن وروقان اعصاب، والثانيه العكس. فقال لي انا مثال قدامك اهو، عملت الاثنين وانا بعوض ده بده او بخفف من ده بده يعني. عمل بالانس، عمل توازن اصلا. بالظبط بالظبط كده. فقلت له طب انا الفتره دي مش هقدر اسافر الهند ان انا اخد كورس او كده. قال لي لا، في هنا كورس بيتاخد، وفي جروجي، جروجي يعني معلم هندي بيجي بيدي الكورس هنا في مصر وكده. فاتبسطت جدا. هي الشهادات تبقى معتمده من الهند؟ بالظبط، معتمده دوليا من دوليا ومن الهند، وهو المعلم بيجي مصر بيدي الكورس وبيسافر تاني فتره معينه وبيسافر تاني. فقلت له اوكي انا في الكورس اللي جاي على طول. ففعلا جروجي جه وخدت الكورس، وانا اوريدي كان عندي اكسبيرينس من زمان جدا، فالاكسبيرينس مع الدراسه الموضوع بقى بالنسبه لي سموث جدا. احتراف بقى خلاص. بالظبط بالظبط. طيب نخش بقى على اليوجا وتفاصيلها، لان يعني لسه الثقافه خلينا نبقى صرحه في مصر او في الوطن العربي شويه، عشان هي حاجه برضو جديده، ان ايه اليوجا دي؟ وانا هفضل قاعده مش هنيجة نفسي او ثابته وده هيفيدني في ايه يعني؟ لسه يعني عايز اقول لك على حاجه، انا من الناس اللي ما اعرفش حتى يعني المفروض في كذا نوع من اليوجا. بالزبط. انا ما اعرفش مثلا ايه الفرق، وفعلا هل زي ما بيقولوا في يوجا بتخسس وفي يوجا للاعصاب وفي يعني، خلينا نفهم. انت عارفه هو كل حاجه كده صح والله. في انواع يوجا كتير. بصي خلينا من البدايه، يمكن يكون غلطه شويه الانستراكتور او المدربه ان هي دايما بتحسس الناس ان اليوجا دي حاجه، عارفه لما تشوفي حاجه حلوه قوي لا انا مش هروح لها يعني، او دي حاجه ممكن تكون مش مناسبه ليا او مش هفهمها او. فانا دايما يمكن في الكلاسات بتاعتي بحب اتكلم اكتر بالعربي وافهم بطريقه بسيطه جدا يعني ايه يوجا، لان في ناس بتتخض بيعقدوها اكتر. بالظبط. طب ما تعملي ده دلوقتي يا رانيا. طيب يعني ايه يوجا؟ خلينا نتكلم نقول يعني ايه يوجا بمنتهى البساطه. اليوجا هي مزيج، هي تعتبر رياضة مزيج العقل مع الروح مع الجسد. ليه الثلاثة دول بيتحدوا مع بعض؟ لأن وانت بتعمل البوز أو الوضعية بتاعة اليوجا انت بتتنفس مثلا سي 5 مرات. النفس بيبقى مثلا من الأنف، ناخد نفس ونخرج النفس من غير على 1-2-3 بيطلع مش مرة واحدة، بيطلع 5 مرات. فانت بالطريقة دي النفس ده
او الاكسجين ده بيمشي في الدوره الدمويه وبيخلي العضلات تعمل ستريتشنج فبتعمل استرخاء اكتر. تمام، فبكده احنا حركنا الجسد، عملنا الوضعيه، ومع النفس ده احنا بنحاول نصفي ذهننا تماما من اي تفكير. غصب عنك وضعيه ورا الثانيه ورا الثانيه هتلاقي نفسك ما بتفكرش في حاجه، بس بتركز في النفس وفي الوضعيه اللي انت فيها. فاحنا كده عملنا زي مديتيشن او ما فكرناش في اي حاجه، وعملنا تمرين بالجسد، وحسينا ان احنا للحظه كده انفصلنا. هي حته النفس وتنظيمه يعني ماشي قابله للتنفيذ، لكن فكره الفصلان تماما وخصوصا لو انت واخده الوضعيه دي وقاعده في اطار عام في اوجه ازعاج، في كلاكسات، كلب بيهوهو وبعدي بالعقل، يعني حاجات والله تفصلك كتير. هي دي بقى الفكره، ان فعلا اليوجا لازم تكون المود العام كله هادي تماما علشان تقدر تفصل تفكيرك. طبعا هو بالتمرين، يعني مش من اول مره هعمل كده الاقي نفسي فصل، لا هتلاقيني بفكر في مليون الف حاجه طبعا. يعني بالنسبه كمان للستات بيبقى الموضوع ايوه ده ساعات صعب جدا. الصاله نفسها الواحد بيسرح. بالظبط بالظبط، ما هي دي بقى الفكره. وده هنخلينا نتطرق لموضوع تاني، موضوع ان اليوجا في ناس تقول حرام وحاجات كده، ممكن نبقى نتكلم فيها بعدين. لا دي اول مره اسمعها بقى. إيه بس فهي مع التمرين هتلاقي نفسك فصلت خالص والدنيا تمام. بصي انا خايفه يعني لو حد مثلا وصل لليفل بقى ان هو بيفصل تماما لدرجه انه يبقى بارد الدنيا بتولع حواليه، معلش يا جماعه ولا حاجه. بصي هو يا ريت نوصل المرحله دي، بس صعب قوي للدرجه دي. انا عايز اوصل والله. طب هو مبدئيا كده في وضعيه معينه ثابته، وضعيه واحده لليوجا، ولا اي وضع بتبقى انت فيه قاعده ريلاكس؟ طيب اي وضع يبقى فيه ريلاكس ده للميديتيشن، ان انا اعمل تامل. التأمل غير الوضعيات بتاعة الجسد، أوكي؟ المديتيشن ممكن أعمله بكذا وضعية مريحة، ممكن أبقى نايمة على الأرض، حاجة اسمها شافاسنا، ده اسم هندي ملناش علاقة بيه، مش هتكلم أنا بالآه. بتبقى نايم على الأرض، فتح رجليك حاجة بسيطة ومشت رجليك مايل للجناب، دي أكتر وضعية ممكن تريح رجليك، تمام؟ وإيديك كف إيدك الاتنين باصين للسماء، ومستلقي خالص على الأرض ومستريح، تحاول تتنفس بالراحة جدا. وتبتدي واحدة واحدة ان انت تدخل نفسك في مود ان انت تفصل تماما عن العالم. اهم حاجة هو النفس، لان النفس هو اللي بيخليك تركز فيه وما تركزش في افكار تانية. كل ما تنسى تتنفس، لا انا هتنفس هتنفس هتنفس، فبتفضل تركز في ده وبتنسى كل الافكار. واحدة واحدة هتلاقي نفسك بالتمرين كل يوم 5 دقايق 10 دقايق، ممكن توصل لنص ساعة، ممكن توصل لساعة مديتيشن. هتقوم من السيشن دي هتحس ان انت فعلا فعلا كل الستريس راح، والدنيا بقت لطيفه واهدى، وزي ما انت قلتي كده الدنيا حلوه. ليفل نفسي كلنا نوصله. ومش شرط النومه، ممكن اي وضعيه ثانيه. طب انت هتورينا اي حاجه يا رانيا مثلا دلوقتي ولا لو حابه يعني؟ مفيش مشكله خالص. هو طبعا بقى حد يقدر يتفرج دلوقتي على رانيا، ولو هو قاعد حتى يعني يشوف وراها، واحنا حتى نتعلمها بعد كده نعملها لوحدنا. طيب احنا ممكن نعمل الوضعيات اللي ممكن نعمل بيها المديتيشن، لان الوضعيات الثانيه ممكن تبقى صعبه شويه. طيب. اللي هي الرياضه. هو طبعا اليوجا لازم ما تبقيش لابسه شوز، ولازم تبقي لابسه هدوم مريحه جدا جدا، ما يبقاش في اي حاجه مضايقاكي ولا اكسسوارز ولا اي حاجه، تبقي فاكه نفسك من اي قيود خالص. تمام. زي ما قلنا انت بس يبقى وشك للكاميرا. زي ما قلنا النومه دي يعني احنا شرحناها. تمام. في وضعيات تانية اللي هي مثلا ان انا اربع. في ناس مش بتقدر تربع، ممكن تفتح رجليها شويه، تبقى الكعب هنا عند المشط والكعب التاني هنا، ونقدر نريح. دي الوضعيه الاشهر غالبا يعني. بالظبط. بس في ناس ما بتقدرش طبعا تفتح الحوض كده، فبتربع مثلا. في ناس بتبقى رجليها ما بتقدرش ان هي تربع، فممكن جدا تتني رجلين وتفتح الثانيه. وبعد شويه لو حسيتي ان انت مش مستريحه هتبدلي. اهم حاجه تبقي مستريحه جدا. الظهر بقى هيبقى عامل ازاي؟ لازم ظهري افرده ان انا برجع كتافي الاثنين لورا، وبحاول ارفع دقني شويه لفوق، لان انا لو فضلت عامله كده طول فتره المديتيشن هقوم تعبانه جدا، ورقبتي وجعاني وظهري وجعاني، فلازم ازق كتافي لورا. اوكي. وبحاول اريح كف ايدي. سيبك بقى من الشاكراز والحاجات دي، برده الناس لازم الايد كده يا رانيا، لازم نعمل ايدينا كده. هي الفكره ان الكف يبقى مستريح، لان الشاكرات والحاجات دي عايزه شرح كبير جدا، فالناس المبتدئه هتريح بس كف ايديها يعني. ولو نايمه برضو هفتح كف ايدي للسما عشان يبقى مستريح. ماشي. اوكي. في وضعيات تانيه ممكن تبقى اصعب شويه، بس الناس فلكسبل ممكن تبقى سهل عليهم، ان انا بحط صبع رجلي الكبير اليمين على صبع رجلي الثاني
كأننا مثلا يعني في الصالة بس بنبقى فاتحين المشط شوية للجناب وبعدين بحاول أعمل زي كرسي كده وبقعد في الكرسي ده. ده الناس اللي عندها مرونة شوية هيبقى الموضوع بسيط وسهل عليهم أكتر. وبعدين بقى بعد ما يعني بعد الوضعيه دي الوضعيات دي هي اللي انا هقعد فيها، هغمض عينيا اوكي، هريح كف ايدي، هفرد ظهري زي ما قلنا، وهحاول ابتدي اخد نفس من الانف، انهيل اكسهيل. مهم قوي واحنا بناخد النفس ما اشنكش اي حاجه في جسمي، لازم كله يبقى ريلاكس. في ناس وهي بتتنفس بتعمل كده لا لازم على 5 مرات، مش شرط 5 مرات يعني ممكن تبقي براحتك بس اهم يعني الخمس مرات ده في الوضعيات اكتر. انما المديتيشن خليكي براحتك خالص، ما تقيديش نفسك باي حاجه غير ان انت تبقي ريلاكس. حتى وانت بتاخدي النفس اهو يعني انا بالراحه جدا، حلو ده، ما فيش اي حاجه بتتحرك فيا خالص غير النفس اللي داخل واللي خارج، كل حاجه ريلاكس جدا. ببتدي واحدة واحدة أقول لنفسي انهيل اكسهيل، أحاول أحس بالهواء اللي داخل والهواء اللي خارج. طريقة التنفس نفسها أحس النفس اللي داخل بيبقى درجة حرارته غير النفس اللي خارج، يعني بحس بدفء أكتر. يعني في تفاصيل بسيطة جدا لو ركزت عليها فعلا هحس ان انا فصلت عن كل حاجه. ولازم ميوزك بقى او كده ولا لا؟ طيب المدرسه القديمه خالص من غير ميوزك اللي هي بس مديتيشن، ودي بتبقى صعبه جدا، بس احنا كمبتدئين ممكن نشغل حاجه سوفت جدا، او في على اليوتيوب هنلاقي ميوزك فور مديتيشن، بتبقى حاجه بسيطه جدا برده ما تكونش ايموشنال قوي، علشان انا لو المزيكا حزينة هلاقي نفسي بقى قمت منهاره ومش عامله مديتيشن تاني وكل واحد والجرح بتاعه بقى. بالظبط كده. موضوع كبير قوي يا كريم، موضوع جدا فوق ما تتخيل. وهو عشان كبير احنا اكيد هنسعد بوجودك معانا مره ثانيه عشان نكمل بقى شرح بالتفاصيل، يبقى عندنا مساحه وقت يعني اكبر شويه من اللي كانت متاحه لينا. نورتينا يا رانيا بجد، فقره جميله بجد. يعني انا عايزاكي تبقي معانا، يعني انا وكريم عايزينك تبقي معانا تاني ونخش بقى في انواع اليوجا والفرق بين، واعتقد اللي هيبقى عليها اقبال كبير اللي هي بتخسس دي. اعتقد هيبقى ناس كتير وبنات كتير في ناس بس انت فاكر فاهم يعني ايه تخس وانت قاعد؟ انا مستغرب جدا. لا هي مش كده، مش كده طيب يا شباب، ادعى بقى ان انت دمرت لك قبالك. بس على فكره النفس بيخسس شويه يعني لحد ما بيحرق. تكوني معانا ان شاء الله تاني، وكده كده هعمل لك فولو على فكره على البيج وممكن نجرب. نورتينا يا رانيا، هنروح فاصل سريع ونرجع نكمل، والملف القادم بقى اكيد هو ملف الاهلي والمونديال.